الزجاج المقاوم للرصاص، كيف يعمل وما الفرق بينه وبين الزجاج العادي؟ يصنع الزجاج المقاوم للرصاص عن طريق إدخال طبقة من مادة البوليكربونات البلاستيك الشفاف الصلب بين طبقات الزجاج العادي. عندما تطلق رصاصة على صفيحة من الزجاج المقاوم للرصاص، فإنها تخترق الطبقة الخارجية من الزجاج، لكن مادة البوليكربونات الزجاجية تمتص معظم طاقة الرصاصة وتوزع تأثيرها بشكل ملحوظ للحفاظ على الهدف آمنا. في البداية لا يوجد ما قد نطلق عليه الزجاج المضاد للرصاص، ما يشير عادة باسم مضاد للرصاص، هو في الواقع مقاوم للرصاص فقط، فلا يوجد زجاج غير قابل للاختراق. لذا من فضلك لا تعتقد أن المجنون الذي يحمل السلاح لا يمكنه إيذائك إذا اختبأت وراء زجاج مضاد للرصاص. كما ذكرنا من قبل فيما يتعلق بالزجاجات، فإن المصطلح الأكثر دقة هو الزجاج المقاوم للرصاص. بالنسبة للعين المجردة يبدو تماما مثل لوح زجاجي عادي، لكن هذه ليست صفيحة عادية من الزجاج. يمكن لهذا النوع من الزجاج تحمل تأثير عدة طلقات من الرصاص اعتمادا على سمك الزجاج وعيار الرصاص. يؤخر الزجاج المقاوم للرصاص تأثير الرصاصة، أي أن الرصاصة لا تستطيع اختراقه على الفور، سيستغرق الأمر أكثر من رصاصة لتحطيمه بالكامل. يصنع الزجاج المقاوم للرصاص عن طريق إدخال طبقة من مادة البوليكربونات، وهو البلاستيك الشفاف الصلب، بين طبقات الزجاج العادي. تسمى هذه العملية عادة بالتصفيح، وتخلق مادة تشبه الزجاج ولكنها أكثر سمكا من الزجاج العادي. تضفي مادة البوليكربونات صلابة ومرونة عامة على الزجاج. بعض المواد المحصورة بين الزجاج تشمل الأرموراكس، ماكروكلير، سيرولون، ليكسان، وتيفاك. عادة يبلغ سمك الزجاج المقاوم للرصاص من 7 إلى 7.5 مليمتر سنتيمتر عفوا من 7 مليمترات إلى 7.5 سنتيمتر. من الواضح أن الرصاصات التي تطلق من بندقية لا ترتد على السطح. عندما يتم إطلاق رصاصة على صفيحة من الزجاج المقاوم للرصاص، فإنها تخترق الطبقة الخارجية من الزجاج. لكن مادة زجاج البوليكربونات تمتص معظم طاقة الرصاصة وتوزع تأثيرها بشكل ملحوظ، ولأن الطاقة الحركية للرصاصة استنزفت، لذا فهي غير قادرة على الخروج من الطبقة النهائية من الزجاج، وهذا يعني أن الهدف الذي يحميه الزجاج يبقى محميا. طورت بعض الشركات زجاجا مضادا للرصاص أحادي اتجاه صمم لإيقاف الرصاص الوارد، مع السماح للشخص في الطرف المتلقي في نفس الوقت بالرد، بالرغم من أنه يعرف باسم الزجاج المضاد للرصاص أحادي الاتجاه. كما ذكرنا سابقا، إلا أنه في الواقع يدعى بالزجاج المقاوم للرصاص أحادي الاتجاه أيضا. يعمل هذا النوع من خلال تعزيز طبقة زجاجية هشة، ومرة أخرى تستخدم طبقة بوليمير صلبة. توضع الطبقة الهشة من الجهة الخارجية وتتحطم إذا تم إطلاق رصاصة عليه، وبالتالي تنشر قوة الرصاصة على مساحة كبيرة، والتي يتم امتصاصها بعد ذلك بواسطة طبقة البوليكربونات القاسية خلفها. ومع ذلك يمكن للرصاصة أن تطلق من الجانب الآخر، أن تثقب طبقة البوليمر بسهولة قبل كسر الزجاج، لذلك فإنها تبطئ الرصاصة قليلا. اخترع الزجاج المضاد للرصاص لأول مرة من قبل عالم فرنسي يدعى إدوارد بنديكتوس سنة 1909. بالطبع في ذلك الوقت كان الزجاج المضاد للرصاص الذي طوره مختلفا تماما عما لدينا اليوم. استندت فكرته عن الزجاج المضاد للرصاص إلى زجاج الأمان الرقائقي، وهو نفس المفهوم الذي تقوم عليه الزجاجات الحديثة المقاومة للرصاص. تمحورت فكرة المخترع الفرنسي حول استخدام مادة سيلولويد محصورة بين لوحين من الزجاج. تم طرح فكرة استخدام بلاستيك البوليفينيل لصنع زجاج مقاوم للرصاص من قبل إيرلفيكس من شركة بيتسبرغ للوحات الزجاج سنة 1936. الزجاج المقاوم للرصاص ضرورة في البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا والعراق وأفغانستان، وكذلك للمسؤولين الحكوميين والقادة البارزين في جميع أنحاء العالم.
الزجاج المقاوم للرصاص يحصل على رصيد أقل مما يستحقه. إنه ابتكار مهم جدا أنقذ حياة عدد لا يحصى من الناس، من الجيش إلى ذوي المناصب العليا في الكنيسة والدولة.